حضور رسمي وشعبي كبير في حفل تدشين فعاليات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للعام 2017 وانطلاق بطولة ألعاب القوى التي احتضنها ملعب نادي الوحدة بمدينة تريم حضرموت. خلال حفل التدشين تم الاحتفاء بالمنتخبات المشاركة من المحافظات المحررة، وهي 6 منتخبات من حضرموت الوادي والساحل وأبين وعدن والضالع ولحج. على أنغام الدان الحضرمي تخلل الحفل أوبريت رياضتنا سلام، كما عرضت أيضا لوحات فنية راقصة. جهود تبذل من قبل مكتب وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة لنجاح هذا المهرجان الكبير والعرس الرياضي الجميل لهذه الدورة الكبيرة التي دشنت اليوم بمدينة تريم. شهدت بطولة ألعاب القوى تنافسا شديدا، خصوصا في رمي الرمح وسباق الجري والوثب الطويل ورمي القرص، وسط حضور جماهيري وحماس متزايد أثبت فيه الجمهور أن حضرموت تمتلك جمهورا محبا للرياضة والسلام معا. الناشئين هم طبعا يعتبر عماد الوطن، عماد اليمن، الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يظهر بطل على مستوى اليمن يمثل الجمهور اليمني في البطولات العربية ويحرز الميداليات ويحرز الإنجاز بالنسبة لليمن. أنا من منتخب حضرموت الوادي، حققت المركز الأول في فعالية الوثب الطويل. كما نشكر وزارة الشباب والرياضة على جهودها هذه المبذولة في هذه البطولة. توقف الرياضة بسبب الحرب منذ 3 سنوات انعكس سلبا على أداء الرياضة اليمنية بشكل عام وخاصة النشأ، كما انعدمت المشاركات في المحافل الدولية والعربية إلا القليل منها، وذلك لتوقف أنشطة الأندية الرياضية. لكن مراقبين يرون أن مثل هذه البطولات تسهم في رفض الأندية والاتحادات بنحو 1200 ناشئ رياضي في جميع الألعاب الرياضية على مستوى المناطق المحررة، وهي بمثابة إنعاش لمواهبهم الاستثنائية. هكذا جاءت الدورة الرياضية الوطنية للناشئين، ليس لتنعش الواقع الرياضي فحسب، بل لتطبيع الحياة بشكل عام خصوصا في المناطق المحررة التي غابت عنها لسنوات. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.